إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من أخ سمير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك الأهل والأحباب. إخوان، الفيديو ديال اليوم إن شاء الله بنتكلم فيه على ثلاثة ديال المواضيع الأساسية. الموضوع الأول هو الشروط الجديدة للمسافرين من المملكة المغربية إلى وجهة أخرى، غادي نتكلموا عليها من بعد. إخوة، الخبر الثاني الإخوان غادي نتكلموا فيه على ما هو جديد الحالة الوبائية لبعض الإخوان المغاربة اللي سافروا من المملكة المغربية إلى بلجيكا، أخبار يعني شوية مقلقة. الخبر الثالث الإخوان غادي نتكلموا فيه بالنسبة لإيطاليا على واحد الخبر اللي تيروج منذ فترة، وبعض الإخوان يعني تواصلوا معنا وسولونا على الموضوع ديال المنحة ديال الإير بي إف، ذاك البونص ديال الإير بي إف، شنو هو الحقيقة ديال هذا الموضوع، هذا أشنو هو يعني الطريقة كيفاش غادي نحصلوا عليه، والجديد ديالو. غادي نتكلموا على هذا الموضوع الإخوان بتفصيل، ولكن كما هو العادة تنجدد لكم الدعوة التامة ديال القناة عن طريق الضغط على زر ديال الاشتراك، زر ديال الإعجاب، وكذلك الضغط على الجرس للتوصل بالجديد. إذا الإخوان، كيف ما قلنا في المقدمة، كاين خبر جديد مورد منذ يومين، تم تغيير بعض الشروط بالنسبة للمسافرين من المملكة المغربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. منذ يومين قامت السلطات الأمريكية بإدراج المملكة المغربية في اللائحة الرابعة، اللائحة القائمة الرابعة، اللي هي خاصة بالدول اللي فيها الحالة الوبائية خطيرة جدا ومقلقة. وبهذا التغيير وتصنيف المملكة المغربية في اللائحة الرابعة، يعني سيتم تغيير الشروط لجميع المسافرين من المملكة المغربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيهم المواطنين المغاربة المقيمين هناك، ولا حتى حاملي الجنسية، ولا المواطن الأمريكي، المهم اللي كانوا في المملكة المغربية وبيتوجهوا للولايات المتحدة، تغيرت الشروط بالنسبة لهم. وللتحديد فقط، بالنسبة للسياحة راه مفتوحة، تواصل معنا واحد الأخ تيسول واش بالنسبة للناس اللي عندهم تأشيرات سياحة، والسياحة مفتوحة في الولايات المتحدة. فعلا السياحة مفتوحة، يعني مواطن مغربي إذا حصل على التأشيرة وباغي يمشي سياحة الولايات المتحدة هذا ممكن. نشوفوا الآن شنو هما الشروط الجديدة اللي مطلوبة للمسافرين من المغرب إلى الولايات المتحدة. بالنسبة للتصنيف، تم تقسيم اللائحة إلى صنفين، الناس اللي ملقحة وحاصلة على الجواز الصحي، والناس اللي ما عندهاش الجواز الصحي، الناس اللي عندها تيست بي سي آر، ولا الناس اللي عندها تلقت جرعة واحدة وباغا تمشي للولايات المتحدة. بالنسبة للناس اللي ملقحين وحاصلين على الجواز الصحي، هاد الناس يعني ما كاينش تغيير كبير في الشروط، مطلوب منهم أنهم يقدموا تحليلة بي سي آر لا تتجاوز المدة ديالها 72 ساعة وتكون سلبية، ويتوجهوا للولايات المتحدة. ولكن السلطات الأمريكية تنصح، ماشي إجباري، تنصح الفئة الملقحة بالقيام بتحليلة أخرى في الفترة ما بين اليوم الثالث واليوم الخامس اللي وصلهم للولايات المتحدة. يعني الناس اللي غيمشيو للميريكان وهما ملقحين عندهم جواز صحي، مطلوب منهم بي سي آر قبل ما يركبوا في الطيارة، يكون المدة ديالو قل من 72 ساعة، ومن يوصلوا للميريكان السلطات الأمريكية تنصحهم باش يديروا واحد التحليل أخرى من النهار الثالث للنهار الخامس فاش يوصلوا، يعني النهار الثالث والرابع ولا الخامس فاش توصلوا للولايات المتحدة، مستحب إلا بغيتوا، ما بغيتوش اختياري، هذاك مش إجباري عليكم. وكذلك تنصحهم باش يديروا واحد العزل صحي في البيت ديالهم، ما يخلطوش الناس، هذه اختيارية ماشي إجبارية. هذا بالنسبة للناس اللي ملقحين. نشوفوا الناس الفئة الأخرى اللي ما ملقحاش، دوك الناس اللي ما عندهمش الجواز الصحي وباغيين يتوجهوا للولايات المتحدة الأمريكية، هنا الشروط صعبة شوية ولا صعيبة عليهم. تطلبوا لهم كشرط أول أنه يقدموا واحد التحليلة بي سي آر تكون سلبية لا تتجاوز المدة ديالها 72 ساعة، هذا كشرط أول. الشرط الثاني أنه تيكونوا مجبرين، هنا تولي ماشي اختياري، تولي إجباري عليهم، أنهم ما بين اليوم الثالث واليوم الخامس فاش يوصلوا للولايات المتحده يقدموا واحد التحليله اخرى، يديروا يقوموا بعمل تحليله اخرى. وكذلك اجباري عليهم يديروا واحد الحجر صحي منزلي لمده ديالو 7 ايام. هادو هما الشروط الجديده، يعني تتشوفوا كاين فرق ما بين الناس اللي ملقحه والناس اللي ما ملقحاش. الناس اللي ملقحه عندها داك التحليله والحجر الصحي اختياري، بينما الناس اللي ما ملقحاش اجباري عليهم. وللتوضيح، جميع اللقاحات المتواجده اللي تتلقاها الناس في المملكه المغربيه، تقول السلطات الامريكيه انها مقبوله في الولايات المتحده الامريكيه، هذا لي يعني للتوضيح للاخوان وفقط. الموضوع الثاني الاخوان تيهم الجاليه المغربيه في بلجيكا. تنعرفوا انه مجموعه من الاخوان جينا بعد قضاء العطله الصيفيه بداو تيرجعوا لبلد الاقامه ديالهم بلجيكا، وكيف تتعلموا جميعا السلطات البلجيكيه ما كانش يعني تطلب تيست ولا تحليله في المغرب قبل ما تركب الطائره، بل كان تيرا اجباري على اي واحد بغى يدخل التراب البلجيكي تيدير تحليله في المطار من تما، لانه ما تي يعني ما تيصدقوش دوك التحليلات ديال المملكه المغربيه ولا الناس اللي جايين من الخارج. لذلك كانوا فرضوا على اي الزام على اي واحد يدخل بلجيكا يدير تحليله في المطار. دارت السلطات البلجيكيه خرجت بواحد يعني بواحد الدراسه دارتها في اليوم
ما بين نهار نهار 9 و15 في شهر غوشت، يعني ما بين 9 و15 في شهر 8 الناس اللي رجعوا لبلجيكا، دارت واحد الدراسة على ذاك العدد ديال المسافرين وبالخصوص المغاربة، المسافرين المغاربة، في واحد العدد ديال 12005 ديال المسافرين اللي جاوا من المملكة المغربية ودخلوا التراب البلجيكي، لقاو بأنه 11% 11.7% ناس مصابة حاملة للفيروس، يعني إيجابية. صدقات فاش دار لها التيست في المطار في بلجيكا لقاوهم إيجابيين موجبين، يعني هاد الناس الإخوان رغم انه كاين فيهم اللي ملقحين، كاين فيهم يعني الناس اللي كانوا داروا التيست ولقاو راسهم سلبي، ولكن فاش مشاو لبلجيكا داروا هادشي. هذا الشيء بين الاخوان، هو ديك النصيحه اللي تنقول لكم دائما، فاش تمشيو للمغرب فعلا عندكم الحق تمشيو تشوفوا الاهل ديالكم وتزوروهم وصله الرحم وتمتعوا بالعطله ديالكم، ولكن الانسان ما خصوش يفرط في دوك الاجراءات الاحترازيه، ما ينقصش من داك الالارم، ما يبقاش ماشي يتعامل يعني عادي يشوف الناس ما ديرش كمامه حتى وما ديرش كمامه، انه الانسان تيخصو يراعي صحته وخصو يخاف عليها. هذا هو النتيجه ديال هذاك التراخي في هذاك الاحترام ديال الاجراءات الاحترازيه. الانسان هو من يرجع لبلد الاقامه لقى راسو ايجابي، يعني غادي تولي مفروض عليك شحال من شروط اللي تقدر تسبب لك واحد شويه ديال العرقله في مسار الحياه ديالك اليوميه. مثلا غادي تولي خاضع اما الحجر الصحي ولا هادي، وما عادش تمكن باش تدخل مثلا الناس اللي كانت باغا توصل اليوم وغدا تدخل العمل ديالها ولقات راسها ايجابيه، تسبب لها مشاكل. لذلك تنصح الاخوان دائما فاش مشيو للبلاد الانسان دائما يرد البال راسو ويحترم دوك الاجراءات الاحترازيه، راه مديوره لحمايتكم وحمايه الناس اللي تيحيطوا بكم. هذا فيما يخص الخبر الثاني. الخبر الثالث الاخوان اللي قلنا وغادي نناقشوه وغادي نوضحوا الفكره ديالو، هو فيما يخص ما يروج مؤخرا في ايطاليا حول واحد البونص اير بيف، واحد المنحه ديال اير بيف. اول شيء باش نوضحوا الاخوان اشنا هو الاير بيف. الاير بيف الاخوان هو واحد الضريبه، واحد الاقتطاع تيكون على ديك الدخل الشخصي ديال اي واحد خدام في ايطاليا، تيكون تتسمى الاير بيف، داك الاقتطاعات وداك الضريبه اللي تدخل اللي تتهز لك من داك الدخل اللي تدخل سنوي. هاد المنحه اللي كلشي يتكلم عليها جات تقريبا كتعويض، تيسميوها كاين دابا تيسميها منحه البونص ديال اي بي اف، كاين اللي تيسميها البونص ديال دراغي، كل واحد كي تيسميها. هي جات في حد ذاتها كتعويض لديك المنحه اللي كانت تناخذو السنوات الماضيه، كانت تتسمى بونص رينسي، اغلبيه ديال الناس كانوا تياخذوها وتتسمى بالبونص رينسي، كانت تقريبا القيمه ديالها واحد 80 يورو تقريبا. كيف تعرفوا كانت تحيدات تقريبا اللي ما خفت نكذب في الوسط ديال شهر تاع سنه 2020 شهر 6 ولا شهر 7 ديال السنه اللي فاتت، حبست هذيك المنحه ديال البونص رينسي. دابا جات هذيك كتعوض لها هاد المنحه هذه، الاغلبيه تيقولوا 1880 يورو. اخوان للتوضيح هاد المبلغ ماشي فيكس، ماشي هذا هو بالضبط المبلغ اللي غادي تاخذه، هنا كاين اختلاف، كاين يعني اختلاف في المبلغ على حسب مجموعه من العوامل. هو فعلا كاين هذا البونص اير بيف غادي تستافدوا منه الاخوان في هذا البوست باكا ديال شهر 8، اللي كاين اللي تيشد البوست باكا في اخر الشهر ديال شهر غوش، كاين اللي تياخذها في الاسبوع الاول في شهر 9 على حسب الشركه والنظام ديال الشركه اللي انت خدام معاها، امتى تعطيك البوست باكا ديال الشهر اللي انت خدمتي. المهم الاخوان بالنسبه لهذا المبلغ باش نوضحوا، ماشي هو المبلغ اللي غادي تشدوا، كاين فيه مجموعه من العوامل ومجموعه من الحسابات. المهم الحد الاقصى هو 1880 كاكثر حاجه غادي تاخذها، والحد الادنى هو 690 يورو، يعني على حسب المدخول ديالك السنوي. غادي نوضحوا حنا نعطوا واحد المقاييس باش الانسان تكون عنده فكره. الناس اللي تيشدوا قل من 8000 يورو كدخل سنوي ديالهم غادي ياخذوا واحد المبلغ اللي غادي يوصل حتى 1880 يورو. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم كونترا تيمبو انديتيرميناتو، الناس اللي عندهم كونترا تيمبو ديتيرميناتو يعني وقت محدود، واخا عندهم قل من 8000 يورو غادي ياخذوا واحد المبلغ ديال 1380 يورو. هذا الحساب الاول. الدرجه الثانيه الاخوان هما الناس اللي عندهم المدخول من 8000 يورو كحد ادنى الى غايه 28000 يورو، يعني الناس اللي الخلاص ديالهم السنوي المدخول ديالهم السنوي تيبدا من 8000 وتيسالي في 28 قل من 28000 يورو، هاد الناس غادي ياخذوا 970 978 يورو كهاد القيمه ديال هذا البونص، هذا البونص اير بيف. بينما الكاتيجوري الفئه الثالثه الاخوان تتبدا من 28000 يورو وتتنتهي ما تتوصلش ل 55 قل من 55000 يورو، هاد الناس القيمه ديال هاد المبلغ هاد البونص هذا اللي غادي ياخذوا غادي ياخذوا تقريبا 690 يورو، هذا وتبقى تنقص، يعني باش ما تزاد لك المدخول ديالك باش ما القيمه ديال هاد البونص تتنقص، يعني من فوق 55 هاد الناس ما غادي يستافدوا والو، عندهم صفر معفين فاتحين من الصفر، يعني من الناس من 55000 يورو كحد اقصى ديال المدخول ديالك السنوي الى التحت. الناس اللي تيشدو فوق 55 ما يستافدوش. نجيو نتكلموا الان على شكون هما الناس اللي غادي يستافدوا. الناس اللي غادي يستافدوا الاخوان هما مجموعه من الفئات، داخل فيها الفئات اللي خدامه في المجال، الموظفين العمال اللي خدامين في المجال الخاص ولا اللي في المجال العام.
كذلك غادي يستافدونا الناس اللي تيستافدوا اللي في ديزوكوباسيون، يعني في الشوماج، لا ديزوكوباسيون الناس بي ديك الناس بي نورمالي، ولا تيسكول الناس ديال ديزوكوباسيون ديال الفلاحه، دوك الاخوات اللي عندهم الماتيرنيتا، ولا حتى الاخوه اللي دايرين داك الكونجي ديال الباتيرنيتا، يعني كاع الفئات غادي يستافدوا منها، الا فقط الناس اللي اوتونومي، الناس اللي عندهم بارتيتايفا، الناس اللي خدامين في القطاع الحر ديالهم هما، هذوك هما اللي ما غادي يستافدوش، بينما الناس الاخرين كامل القطاعات الاخرى غادي يستافدوا. وكذلك المساله الاخرى اللي تتفرق تحدد لك المبلغ اللي غادي تاخذ تدخل فيها، نوع الكونترا اللي عندك واش محدده ولا مطلوقه، يعني ان ديترميناتو ولا ديترميناتو، وكذلك حتى النوع ديال المجال ديال العمل ديالك، حيت الناس اللي خدامين مثلا في التجاره اللي عنده كونتراتو ديال الكوميرس ولا ديال السياحه التوريزم ولا هادي، ماشي بحال اللي عنده كونتراتو ديال الميتال ميكانيكا ولا عنده ديال الاندوستري، يعني مختلفين. كاين اختلاف هادو من بين العوامل اللي غادي تعرف شحال اللي غادي تبين شحال غادي تشد. اخوان عاوتاني الطريقه الاخرى، السؤال الاخر هو كيفاش غادي ندير، فين غادي نديروا الدوماندا ولا امتى؟ هنا الاخوان بالنسبه لهذه المنحه هذه، هذا البونص اي بي اف، ما غادي تحتاجوا لا دوماندا ما ديروا لا طلب لا والو، اي واحد عنده الحق غادي يتوصل بها مباشره في البوستا باكا ديال الشهر 8، غادي تكون مدفوعه من صاحب الشغل رب العمل ديالكم، غادي يدخلها لكم في البوستا باكا. هذا الاخوان هو يعني كشرح بسيط لهذه المساله هذه، لان مجموعه الاخوان يعني عندهم تيسولوا تيستفسروا، ومن بعد كيف يكون جديد ان شاء الله غادي نتواصلوا معكم وغادي نوضحوا لكم اي اخ ولا اي اخت عندها استفسار ولا سؤال، هنا راه الاشاره. وفي اخر الفيديو الاخوان تنجدد لكم الدعوه التام ديال القناه عن طريق الضغط على زر ديال الاشتراك، زر ديال الاعجاب، وما تنساوش تضغطوا على الجرس الاخوان باش توصلوا دائما بالجديد ونبقاو على تواصل. حنا في انتظار الاقتراحات ديالكم وتشجيعكم وتساؤلاتكم. اخوان نتمنى لكم يوم طيب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.